هناك نوع من الدعاء آخر، وهو أن يذكر الإنسان حاله وما هو عليه من الضعف والفاقة والانكسار والحاجة، وهذا يبين به ضعفه وافتقاره إلى الله، وهذا من أعظم وسائل الدعاء وأسبابه، وينفتح للإنسان به أبواب خير كثيرة. ولهذا من الدعاء أن يقول: يا ربي إني ضعيف، يا ربي إني إليك فقير، كما قال موسى عليه السلام وهو قد خرج من مصر على حال من الخوف والملاحقة والترقب ما ذكره الله وقصه، لكنه بعد أن خلى بربه قال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كلمات مختصرة ما فيها طول ولا فيها إطناب ولا فيها بديع ألفاظ وغريب أقوال وسجع، إنما هي كلمات مختصرة لكنها كلمات صادرة عن قلب صادق في غاية الضرورة والفاقة إلى الله، يشكو إلى الله حاله. فكان أن قال الله جل في علاه سبحانه وبحمده: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءه الجواب مباشرة. يعني هو خارج خائف، ليس عنده ما يكفيه، ليس عنده زوجة، منفرد وحيد، فجاءته بهذه الدعوة الصادقة جاءه الأمن: لا تخف. جاءته الزوجة: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. جاءته الوظيفة على أن تأجرني 8 حجج. جاءه الفضل الكبير والعطاء العظيم والمن الذي لا حد له ولا يحيط به بيان. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، ثم جاءته الرسالة. هذا كله بهذا الافتقار إلى الله جل وعلا. إذن هذا النوع الثاني من أنواع الدعاء، ومنه قول يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. هذه شكوى إلى الله تعالى، والله تعالى لا يخيب من قصده.